الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. فيلم اسمه عرايس الخوف، حبيت نحكي على هالبنات اللي يخوفوهم ويشرجوهم بالخوف لان هما يوليوا يخوفوا الاخرين. البنات اللي بعثوهم لداعش واللي مشاو ضحيه وغدرت حكايه الزواج العرفي، والكل مبني سيناريو من معلومات صحيحة خديتها من مجلس التأسيسي وقت جاء وزير الداخلية حكى على 8 بنات اللي رجعوا، وحتى الولد الهوموسيكسويل كيف كيف حكوا عليه وقتها وصارت عليه برشا نقاشات. اللي في برشا قربوا لبناني عرستوا في بيروت توجي في الصيف، سمعتني؟ فما شهر ما تخافش شبيك ما تكلمش شوف ما ثماش حاجة منظمة، أما كان الناس تحب تعرضوا تطلبوا وإحنا ناخذوه من عند الوزارة، خاطر الوزارة داعمة الفيلم. فوالا معناتها ماهوش صعيب ياسر. سي توجور بيان دو ديفلوبي اون كولتور اون في، سي توجور بيان في القروان من المدن اللي ناقصة شوية نشاط، خاصة توا ما ثماش الكورة وما ثماش دونك احنا بدنا ساهمنا نهار كل هنا في الورشات ونخدموا ونتحركوا على خاطر سانوفيدي بيان كي الناس يحس روحهم بالقدا. انا معاه وحكينا فيها امس في الديبا شويه، لكن ما مشاوش معايا في الفكره اللي قلتها انا. قلت معناتها لازمنا نعلموا الصغار السينما، هما اللي مش يعاونونا في الاجابه على السؤال. يا اخي ما مشاوش معايا، قالك لا انتم تعطيونا السؤال وحنا نكملوه. وما مش صغار اللي حكيوا، كبار هذوما، والصغار يحبوا يتعلموا. أي الكسيب الكراسك انت هذيك حبرة كيفك؟ شبيك؟ الناس اللي عرفتهم هنا ناس عندهم يقولوا بالكدا بالكدا بالكدا، وفي تونس راهو مش اقوى بصراحه، الامكانيات اكثر، العباد اكثر، ماهوش اقوى. معناتها سي با تري كومبليكي دو كريي اون ديناميك، نشاط عام في بعض المدن. القروان عطات برشا سينمائيين في السابق وفي المستقبل مازال تعطي، خاطر نشوف فيهم شباب يتبعوا توا اللي حاضرين في الصاله اكثر من صغار. دونك نجموا نتصوروا واللي يتبعوا في الدروس، والواحد نحضر انا ساعات نشارك. ثم اهتمام ما شفتوش قبل، ونتمنى انه يكون في المدن كل كما انت تحكي. والسينما توا راهو نجموا نعملوا افلام متقونه
وتنجم تكون ناقصة أتقان شوية إذا كان هي معمولة بإمكانيات رخيصة. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.